من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضين أولادهن هولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تزار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن ترازم منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترزئوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أعطيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أرضتم به من خطبة النساء أو أقننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولا كلا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور رحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتر قدر متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.